وسالو الوغ عاود رجعت لكم باش نكملو الوغ عجبنا لاباط تاعنا اللي راهي تخمر تاع لا بريوش سالي وكومونبير دوك نجوزو لو بلا برينسيبال تاعنا اللي هو لو فيلي اون كروت لو فيلي اون كروت شنو هو كنا درناه ديجا في لو لايف لو فيلي اون كروت سي اون بارتي لو فيلي سي البارتي لا بلو توندر في البقري في لو فو دونك كي تروحو تشرو عند البوشي قولوا له يعطيكم لا بارتي لا بلو طون باسكو هاد لا روسيت تجيب هاد لا بارتي برك ما تجيش بحاجه واحده اخرى نجيبو الوغ ها لي كي ساجي دو سيت دو سيت بيس لا فوالا نجيبو هنايا اون مارميت شوفوا كيفاش انا هاد لا روسيت الطيب قبل نحمرو لو فيلي تاعنا نحمروه في طنجره اون زي كوكوت نحمروه بيان ومن بعد نغلفوه بالبات فايتي وندفعوه يطيب في الفوغ وعلاش نعيطوا له لو فيلي اون كروت دونك جو سي با اسكو كو تشوفوا فيا مليح ولا لا حطينا الزبده نحطوا الزيت بسم الله ونخلوها تذوب سي ان تري بون بلا سي لا غاسترونومي فرانسيز سي ان بلا فريمون شبات Donc, je voulais le partager. Bien sûr. Donc, on va mettre le terme au zét et au beau. Avec la partie terme. Alors, les ingrédients, on a zébda, au zét, beaucoup de beurre. On a fulfil le khal. On a le romarin. On a le khdr, c'est encore khir. On a دو بوس داي ملحيين ولا لايون شوميز انا اللي حنديرو ملحي وعندنا ملح وعلاش نطيب نفوت فيه هو الاولاني نقلوه بيان نحمروه ومن بعد نحطوه هكذا يقطر لازم يقطر بعد نشوف بالبابي ابسوربون نحلو لاباط تاعنا تاع لاباط فيتي نحطوها في الوسط نغلقوها نسوديوها مليح لاباط فيتي باش ما تتحلش وندفعوها الطيب هكذا باش ما تتشمخناش لاباط فيتي تاعنا فوت نحط التوم اللي يحب يدير لايون شوميز يدير لايون شوميز نفوت نعمل هكذا لو رومارين واللي يحب كاش عشبه واحده اخرى يعطر بها يعطر بها سي با ان بروبليم ومن بعد نزيد فوق الحمه ندير الملح ونجيب لا بياس ديالي نحطها لداخل فوالا ونزيد نملحها وندير لها لو رومارين مليح وندير لها فلفل الكحل فوالا ونقعدو نقلبو فيها حتى تحمر كامل ما طيبش تحمر برك فوالا الوغ شوفو كيفاش راني نحمر فيه وعلاش لازم هاد لو مورسو باسكو هاد الطريقه ما عندهاش مده تاع طياب بزاف صافي كي نخيرو هاد لو فيلي تسهل لنا الطريقه ما تفسدناش جو كي نقول لكم فيلي دو مورسو واحد اخر ما يجيكمش طايب طونديك لو فيلي لا لا لو فيلي يطيب مليح في 25 دقيقه 30 دقيقه يطيب لنا في الكوشه ما بغاكو تشوفو فيها اون بياس خشينة سي كان بون بلان في توبياف حمرو وجهكم بون سي بون نقعد نقلب فيها هكدا نقلب حتى ليحمر كامل الوغ شوفو لو فيلي ديجا شيان كقليناه شيان سي بوغ سا دو وحتى ان كيلو وان كيلو دوسون ايتو هنا ينقص مع الخيار الوغ رانا خليناه مليح مليح شوفوا كاش راهو
حدايا ولا كسكاس ولا ونحطوه نقطه نحطوه يقدر فوالا. بعدا باش نحلو لاباط فيتي تاعنا ايتو كي نكونوا قريب حناكلوه باسكو 25 دقيقه طيب تاعو هذا ما كان. بعد ما طيبنا الفيلي تاعنا مقبلات كيما شفتو دوك باسكو رانا قريب نتعشى نجي نديرو نجي نحل لاباط فيتي العجينه نوراها ونديرو فيها عاملوا روحكم لا فارين باش تقدروا تحلوها ما تلصقلكمش. بسم الله نمشي نجيب نقيس لو فيلي ديالي الوغ كيما قلت لكم نشفو بالبابيي سو بالا علاش باش ميتقليش بالزيت faut bien souder لازم تغلقوا مليح وهنا alors on ne fait pas trop fine la pâte feuilletée hein, parce qu'il faut qu'il y ait de la pâte le filet en croûte. Alors voilà. On va mettre un peu de pâte maintenant. Voilà. برموها كيما تحبوا لازم تغلقوا مليحة اوكي جيسبيغ راكم تشوفوا نجيبو البلاطو تاعنا السنيوة تاعنا نديرو فيه غافيل مانيوة بابيي كويسون كيما راكم تشوفو نجيب لو فيلي تاعنا نحط هاديك لاكوتشور لي درناها المهم هو فات لا فورم اللي تعجبكم
نجيبو نديرو هنا دي زونتاي le jambon d'œuf qui m'a fait arpo un jambon d'œuf taille d'un défait le vinaigre balsamique. Le four tourne bien sur un chaud. ونجيب لي غرام دو بافو. نتوما الى عندكم حاجه واحده اخرى ديروا حاجه واحده اخرى. غرام دو بافو غرام دو شيا واش تحبوا السمسم واش يساعدكم ديروا. فوالا ونروحو نحطوه في الفرن 25 à 30 minutes.